رابع والله ما ندور فيه خود رابع تبارك الله. السلام عليكم. اش حديتي عمي تبارك هذا تبارك؟ 70 قل جوج اخي. 70 قل جوج. هذا الاخوان راه 3400 درهم. العيد عمي؟ العيد؟ لا لا الكسيبة. الكسيبة الفحلة تبارك الله. سير عمي سير الله يسر لك. سير الله يسر لك عمي. السلام عليكم. تبارك الله الله يبارك. سنى الحليب خويا. سنى الحليب. تبارك الله. اي تبارك الله. شحال اخويا ديتو؟ اخويا ها ما بعتوش رديتوه شحال عطاكم في السوق ما عندوش شحال 61 عطاوكم عطاوهم 3050 درهم راه ردوها الاخوان سير الله يسر لكم خويا السوق الجاي ان شاء الله تبارك الله عليك الله يحفظك تبارك الله تبارك الله شحال اخويا خرجت خير خرجوا 45 هذو الاخوان حوليات خرجوا 2250 درهم سوق الاربعاء الفقيه بن صالح الاخوان تاريخ 31/5/2023 تبارك الله واش شحال شحال اخويا الخير هذا 100 اش السن ديالو 2 105000 درهم باش خرج الاخوان الله يسر لكم خويا الله يسر لكم 5000 درهم باش خرج تبارك الله الله يبارك شحال عمي شحال 124 شحال 62 لواحد عمي تبارك الله العيد عمي ان شاء الله الله يقبل لكم عمي الله يقبل لكم الله يقبل لكم الله يسر امور شحال خويا شحال خويا 58 2900 درهم 2900 درهم باش خرجت رجعت ب 2900 درهم دائما من قلب سوق الفقيه بن صالح الاخوان تاريخ 31/5/2023 شوفوا لكم الاخوان هذه راه خارجه راه جايه خارجه تبارك الله نشوفوها يا خير خير تبارك الله جي خير شحال اخويا شحال خرج 77 تبارك الله سنين الحليب ياك كتبان عسنين الحليب خويا اي تبارك الله الاخوان هذه راه خارجه ب 77000 3850 درهم باش خرجت الاخوان 3450 درهم 3850 77000 تبارك الله خويا شحال ديتو هاد الخروف هذا شحال ديتو خويا 67 تبارك الله الاخوان هذا راه 3350 درهم 67 العيد خويا ان شاء الله لا 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 شي شياس شي سير سير عمي الله يسخر الله يسخر الله يسخر عمي تبارك الله 67 خويا هاد شحال خرجت خويا الزين 41 قل 200 41 قل 200 اخوان هي 41000 قل 200 اخوان هي بحال 2000 هي تبارك الله بحال 2000 40 درهم 2040 درهم الاخوان واش خرج الله يسر لكم خويا الله يحفظك شكرا هذه الاخوان راه هي اللي خرجت ب 77 حنا عاودنا رجع لها لا تبارك الله خرجت ب 77000 فاش خرجت 77000 باش خرجت الاخوان 77000 ريال 3850 درهم باش خرجت هذه وحدة أخرى جاية خارج الإخوان شحال أخويا الزين خارج هذه تبارك الله 75 تبارك الله ديال الإخوان 75000 باش خرجت 3750 درهم 75000 ريال باش خرجت الإخوان 75000 ريال عاد العودة خارجة الإخوان شوفوا هاد الجلبة هي التالتة هي خارجة شحال ود عمي خرجت الخير تبارك الله شحال اخويا الله يحفظك 75.5 تبارك الله ديال الاخوان راه 3775 درهم تبارك الله 75.5 تبارك الله سير اخويا الله يسر لكم الله يسر لكم امور خاصك تخلصني يا عمي مرحبا الله يحفظك عداك عداك العاود يدوز عداك عندك الفيل عندك العم
شحال ود عمي باش خرجوا هاد الحوليات؟ 20 ألف درهم الإخوان باش خرجوا. سير الله يسر لكم، الله يسر. السلام عليكم. السلام. كيدير خويا؟ بخير الله يحفظك، الله يبارك فيك. شحال خويا مشات هذه؟ تبارك الله 48. هذا إخوان خرجت ب 2400 درهم. تبارك الله، الله يبارك، اللهم بارك، اللهم بارك، تبارك الله. دير خويا بخير. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا الكرام داخل الوطن خارج الوطن، صباحكم مبروك من قلب سوق الأربعاء الفقي بن صالح الإخوان، هو بتاريخ 31/5/2023. تحياتي لكم الإخوان، صباحكم مبروك، الله يسر الأمور جميع، وراكم دائما مشكورين على الدعم ديالكم الإخوان، جزاكم الله خير، تحياتي لكم جميعا. خويا شحال سمعتوا بالخير؟ شحال سمعتوا تبارك الله؟ هاد الجوج، هادو هاد الجوج 360. سنح لي ولا ثنايا؟ ثنايا هاد الجوج الإخوان راه 360 اللي سامعين، بحال مليون و160، بحال مليون و160 الإخوان. وهذا اللي هنا خويا بقى بوحدو 140، هذا بوحدو الإخوان راه 7000 درهم. سنح لي توتني، توتني الإخوان 7000 درهم. أييه هاد الجوج راه 360، بحال مليون و160. تبارك الله خويا، الله يسر لك، الله يسر لك خويا، تبارك الله، تبارك الله. سنان الحليب اثنين 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 الاخوان، سمحوا لي اثنين، تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله، الله يبارك. هذاك تاهو، هذا توتني، توتني، تبارك الله، الله يبارك. الثمن ودعم عطينا مليون و26، هذا مليون و26، هذا الاخوان راه مليون و26 اللي عطينو، يعني 11000 درهم و300 درهم. وهذا ود عمي، هذا 124، هذا الاخوان 164، هذا الاخوان 8200 درهم، 8200 درهم اللي عاطينا، تبارك الله. بغيت تخلي النمره الا شافوا بعض الحباب يعيطوا لكم. يلا قول 06 57 81 55 84. البلاصه نتوما فين كاينين؟ هنا في قيم صالح بني عمير، تبارك الله. سير اخويا الله يسر لك، الله يجيب تيسير، تبارك الله عليك، تبارك الله. كدير خويا سعيد؟ بخير، كلشي مزيان، الله يبارك فيك، الله يحفظك، تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك. كدير خويا؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك، تبارك الله، تبارك الله. دو اخويا سعيد المليح، المليح، تبارك الله. شحال اخويا من واحد؟ هما أربعة. هما أربعة، أيه ها واحد الإخوان الأول هو، تبارك الله، أربعة مشاركين فيهم حنايا، أربعة ديال الناس، أربعة الناس، هي الثانية الإخوان، ها الثالث، تبارك الله، ها الرابعة وعد أخ، تبارك الله، الله يبارك. أش ديري، أش ديري في السنة أخويا؟ فيهم واحد سداسي، هذا رباعي، قال سداسي، هذا رباعي، هذا رباعي، هذا رباعي الإخوان، تبارك الله. اي هذا الاخوان راه اثنين، تبارك الله، الله يبارك. هذا تو اثنين، هذا تو راه اثنين الاخوان، تبارك الله. شحال اخويا سعيد الثمن؟ كنطلبوا 300 في هذا اخويا، هذا 300 شرينا اخويا رشيد، شحال دينا المشرى؟ المشرى ديالهم، المشرى ديالهم، المشرى ديالهم الاخوان راه 11000 درهم، مليون و20، مشاركين ربعه، ما ديناهمش حنا بحدنا، مشاركين فيهم دابا حنايا ربعه، اربعه الناس اللي مشاركين فيهم، مليون و20، هذا واحد اللي سيك واحد، اييه اييه مليون و20، اييه اييه الاخر الاخوان، ها هو تا هو، تبارك الله، وي تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، حواله تبارك الله، تبارك الله، ما نعاودوك ليه، تبارك الله، تبارك الله. واخا اخويا هشام تخلي لنا النمره الاخوان الا ما تباعوش السوق، انا راك عارف انت كيفاش الاخوان. قول 06 06 96 95 95 03 03 70 70. خويا اخويا هشام راه كاين في ولايه السي بن داود، اللي عجبوه الاخوان يتصل به، تباعوا غيقول لي تباعوا، كانوا باقيين راه يبيعوا ويشري معاه، هذا الشيء اللي كاين. تبارك الله على اخويا هشام، تبارك الله عليكم، الله يسر الامور، الله يبارك فيه، تبارك الله، تبارك الله الاخوان، الله يبارك، الله يبارك، تبارك الله. اوكي دير ود عمي، شحال اخويا؟ شحال؟ 82، تبارك الله، الله يبارك. سنان الحليب، سنان الحليب وثنايا، كاين اللي كاسره، هي كاين اللي كاسره الاخوان، وكاين سنان الحليب، تبارك الله، 82 الاخوان، 4100 درهم اللي سامعين، تبارك الله، الله يبارك.
ترى غادي واحد راه جلال الاخوان هذا جلال وعدنا الاخوان واحد التوعيته سي مروان كي داير شي مزيان امورانيا بروموسيو بروموسيو تبارك الله واش زير السنة خويا جامع 58 المشرى خويا مروان المشرى الاخوان ديالو راه 58000 يعني 2900 درهم تبارك الله بروموسيو على فرنسا اييه نشوفهم كاملين اييه زيد اخويا مروان عرف تبارك الله يا داش 3164 اثني ولكن في واحد اللي بغى يذبح اللي بغى يذبح اش عندي غير عين هاكا هي صافي الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه هذا الاخوان راه اثني قلت لي 3200 المشرى المشرى ديالو اخوان 3200 راكم شتو الاخوان اللعيبه اللي عنده هذاك تا هو ديالك هذا ديالي هذا المشرى ديالو 3000 درهم هذا الاخوان راه المشرى ديالو 3000 درهم 60000 ريال اسنان الحليب هذا اللي بغى يعيد اخويا مروان اللي يعيد به هذا الضحيه تبارك الله هادو اللي المولد عندي هادو طافين مليون و40 هادو مليون و40 اي نشوفهم هادو الاخوان راه مليون و40 والمشرى ديالهم المشرى ديالهم مليون و40 اييه تبارك الله جديني في السنه اخويا رباعيين تبارك الله قلت لي هاد جوج مليون 6000 درهم الواحد 6000 درهم الواحد واخا اخويا مروان خلينا النمره واللي شافوا الاخوان عجبوه يتصلوا حاجه مرحبا 0645 0645 34 09 27 البلاصه هنا بن صالح نلقى بن صالح ان شاء الله غندير كازا ان شاء الله اللي بغى يجي عند الكازا مرحبا اييه فين البلاصه غتكون في كازا غنكون في عيط لي نجي لعندكم او ما كازا تم عيط لي نجي يقول اييه 07 دوبل 0 64 67 24 راه نتصل بكم هذيك الساعه ونمشي ندير لكم فيديو تما ان شاء الله تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم الدراري الله يسر الله يسر تبارك الله كدير ود عمي بخير كلشي مزيان امور هانيه لاباس عليك الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك تبارك الله كدير يا الدراري كلشي مزيان الله يحفظك اش داير في السنه اخويا هادو مازال سنه الحليب هادو كاملين سنه الحليب تبارك الله هما شحال من خروف 12 هما 12 هذه راه 12 خروف الاخوان راه كلها سنه الحليب اييه تبارك الله سنه الحليب الاخوان الثمن ود عمي الثمن عطاونا دابا 55 55 الثمن مزيان اييه الثمن ديال الاخوان اللي عاطينهم دابا راه 55000 اللي معطيه فيها اييه معطيه فيها الاخوان 2750 درهم تبارك الله تبارك الله الاخوان ما الله يبارك تبارك الله واخا ود عمي خلي الاخوان النمره واللي شافها وعجباتو يتصل بك ود عمي راه كاينه هذه جنة رقيقه ومازال غليظه في الدار كاينه 20 غليظه عندك شي حاجه اخرى غليظه فاتها غليظه في الدار صافي دابا الاخوان راه ملي غيشوفوا هذه وغادي يسمعوا هما كيسمعوا كل شيء مرحبا اللي شاف بغى الاخرى غتصورها وتصيفط عليه اييه وتف... عندي الواتساب مرحبا اييه يلا واخا واخا خلي الاخوان النمره قول اخويا 06 23 57 25 56 البلاصه في ولاد فارس ياك ما بين سيدي حجاج والبروش وسيدي حجاج تبارك الله عليك ود عمي الله يسر لكم امور الله يحفظك الله يحفظك الله يطول لي عمرك بارك على هذا الشيء ديال صافي الله يعطيكم الصحه الله يعطيكم الصحه الله يسر لكم الله يسر الامور الله يحفظك الله يحفظك تبارك الله كدير اخويا عبد الغني ماشي بخير الله يحفظك سير اهلا اهلا سير الرئيس الله يحفظك الله يبارك فيك تبارك الله تبارك الله الله يبارك تبارك مليح اخويا تبارك الله 21 خروف ها هي الاخوان راه 21 خروف الاخوان تبارك الله سمحوا لنا الاخوان راه كاين شويه ضيق ما كنلقاوش كيفاش ندوروا سمحوا لنا وصافي تبارك الله تبارك الله جر الاخوان عبد الغني اخويا يشوفوا تبارك الله الله يبارك الاخوان الله يبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله 21 راه سكين اخويا عبد الغني تقليبه مليحه لا لا تبارك الله ما نعاودو كلام ما نعاودو كلام اخويا عبد الغني تبارك الله تبارك الله شحال اخويا عبد الغني هنا حاج لاباس دينا ب 54 54 ما ديالكش المشرى ديال الاخوان ها 21 راس 21 راس الاخوان راه المشرى ديالها 2700 درهم 54000 اييه اييه تبارك الله ما نعاودو كلام مرحبا
تبارك الله. العيد ان شاء الله دار اللي بغاها مرحبا. تبارك الله واخا خو مليحه مليحه تبارك الله. الله يدري هذا هو البدري. البدري المليح اي تبارك الله تبارك الله. هنا هنا تبارك الله رشيد قراقرة تبارك الله. البدري مليح تبارك الله. عندك راه خلطت الغلم الحر تبارك الله. واخا خويا عبد الغني خلي الاخوان النمرة تبارك الله 06 06 32 زيد 06 اخرى 19 39. مرحبا بك اخ عبد الغني. اخوان راه كاين في ولاد فارس هو ما بين سري حجاج والبروج اللي عجبته الاخوان يتصلوا الاخ عبد الغني الله يسر الامور جميع تبارك الله. كيداير سي صالح؟ سي صالح وراك تعاقر اخويا هو ما كاين باس. ها هي المليح المليح ما نعاودو كلام ما نعاودو كلام تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. لا صافي الله يعطيك الصحه والدي سي صالح الله يسر الامور الله يسر الامور الله يحفظك. تبارك الله الله يبارك تبارك الله. كسيبه 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 هذه كسيبه الاخوان تبارك الله ديال القراقره اللهم بارك الاخوان تبارك الله. اللي سامعين دابا 57 الاخوان 57000 اللي مسموعه تبارك الله. 2850 درهم تبارك الله. 2850 درهم اللي مسموعه الله يبارك. هذا هو البدري ودعم البدري المليح. واخا تخلي النمره لما يبغوا لما تباعت السوق يعيطوا لك بعض الاخوان. الاخوان هادو راه بني عمي اللي بغى الخرفان اللي بغى الحولي ديال العيد. انا غنخلي لكم النمره اللي بغى الحولي ديال العيد يتصل به. راه تمشي عندو حتى للدار راه كاين الحولي تما كاين تقدى الحولي ديالك خليته تبقى يومين ثلاث ايام جي دير الحولي ديالك ولا تصيفطو ليا ود عمي. يلا واخا قلنا النمره ود عمي 06 94 93 38 اخرى في الاخر اخوان راه اخرى كاين في القراقره لهادو اللي بغاهم يتصل بيه راه كاين الحولي ديال العيد تا هو ان شاء الله. راه من بعد ان شاء الله غنمشي ندير لكم فيديو من قلب الدار ان شاء الله. تبارك الله الله يبارك الله يبارك الله يسر ود عمي الله يسر لكم الله يسر لكم الله يجيب تيسير.